السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير، نتمنى لكم تكونوا بخير وصحة وعافية رب العالمين. اليوم نكملوا حلقاتنا، نكملوها حلقات قصور الغدة الكظرية، ونتكلم لكم على العلاج اللي يوصفوه الأطباء لأمراض الغدة الكظرية. وش هي اللي ممكن الأدوية اللي ممكن تاخذوها في حالة أن لقوا عندكم قصور؟ أول دواء، لأن لقوا عندكم مرض أديسون، الدواء اللي يسمى هيدروكورتيزون، يعني من عائلات الكورتيزون. وممكن يعطيكم كذلك الدواء اللي اسمه بريدينيزون، أو ممكن يعطيكم الفلودرو كورتيزون أسيتات، يمكن تناول العلاج عن طريق الفم وعن طريق الوريد، أنه يحلق يحقن بحقنة موضعية أو بمستنشق. ممكن يعطيكم حاجة تشموها، وتعتمد الآثار الجانبية لتناول الكورتيزون على الجرعة وطريقة العلاج ومدتها. لذلك ينصح دائما بالتوقف عن تناول العلاج بشكل تدريجي، يعني يعطيكم الدواء ومن بعد مع الوقت يحاولوا ينقصوا، يشوفوا هل أموركم تحسنت ولا لا. لأنكم تعرفوا إذا أخذنا هذه الأدوية ممكن نتعرضوا إلى آثار، وهذه الآثار الجانبية يسببها لنا تناول الكورتيزون، وهي أول شيء هي الوذمات المحيطية، وممكن كذلك يؤدي لنا كذلك إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب احتباس السوائل والصوديوم. الكورتيزون ممكن يؤدي لنا إلى ملي كان عندنا ضغط الدم منخفض مع انخفاض وقصور الغدة الكظرية، ممكن يؤدي لنا إلى الارتفاع بشكل رهيب. ممكن تؤدي لنا كذلك إلى تخلخل في العظم، الاوستيوبوروزيس، وكذلك ممكن يؤدي لنا إلى عدم توازن مستوى السكر في الدم. السكر عندنا مضطرب، مرتفع، منخفض، غير معتدل. وكذلك من بين الآثار لتناول هذه الأدوية اللي عندها فيها الكورتيزون هي عدم توازن، كذلك عفوا زيادة احتمالية الإصابة بالعدوى، يعني نوليو مناعتنا في الصفر ونمرضو لأي مرض صغير. وكذلك عندنا مشاكل زيادة نمو الشعر على الجسم، اللي عندنا الشعر في كل مكان، أمور يعني مكان لازم يكون عندها الشعر تكون فيه أو قليلة. وكذلك انقطاع الطمث بالنسبة للسيدات والدورة الشهرية، يكون هناك يعني اضطرابات ممكن يكون فيها الانقطاع. يعني أحيانا المرأة تتساءل تقول هل يعني عادي أن هذا الأمر يقع؟ ممكن يكون عنده علاقة بتناول الكورتيزون. ممكن كذلك يؤدي لنا كذلك إلى استدارة الوجه، كذلك من بين الأعراض اللي تؤدي لنا تناول هذه الأدوية الكيماوية. ما هي العلاجات اللي نستعملها لكي نعالج النوبة الأديسونية؟ عادة يتم علاج النوبات الأديسونية، تعرفوا لأن النوبات الأديسونية تؤدي إلى أمور خطيرة جدا، ممكن الموت، هي سكر ديكستروز، وكذلك محلول ملحي، أو كذلك الكورتيكوستيرويدات يستعملوها لعلاج النوبات. يعني كي تجيكم هذيك الأزمة هما يعني يقدر يلقاو لكم حل يعني سريع بأدوية خفيفة كما هكا آنية، ولكن ما نضمنوش أن تكون يعني هناك علاج جذري وخاص بالنسبة لمشاكل قصور الغدة الدرقية. إذا هذا بعجالة كان يعني وش هم الأدوية اللي ممكن تاخذوهم والآثار الجانبية. حلقات قادمة إن شاء الله انتظروهم، نتكلم لكم عن العلاج، إن شاء الله الطبيعي، الوصفات، الأمور اللي ممكن الإنسان يزيدها إلى دوائه، ويشوف إن شاء الله كان هناك تحسن بإذن الله. نشكركم على حسن المتابعة، ونحييكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.